سيدة من جورجيا تطلق النار على معتدين انتحلوا صفة الشرطة. قام 3 أشخاص بطرق باب شقة لوريال ريدج بعد منتصف الليل وعرفوا عن أنفسهم بأنهم من شرطة المدينة، وعندما فتحت الباب قليلا حاول 3 دفع الباب واقتحام المنزل. تقول الشرطة أن أحدهم وجه مسدسا إلى السيدة التي كانت مسلحة بدورها، وهي التي أطلقت أولا وخدشت رصاصتها رأس أحد السارقين الذين فروا مذعورين بعيدا. تم إسعاف المراهق المصاب لإصابته في الرأس والظهر وأمسكت به الشرطة في المشفى. قالت تورييل: أتمنى للولد الشفاء العاجل، ونحن أيضا نحن الله على سلامته.